بالنسبة لبرنامج قمم ساعدني كثير على مستويات، مستوى الشخصي أولها، أنا الآن أكثر تحديداً لهدفي وأكثر تحديداً لشغفي. ساعدني كمان برنامج قمم على المستوى الوظيفي والمهني، قربني من الشخصيات القيادية في المجال الخاص في وظيفتي. أنا الآن على تواصل ولله الحمد مع كثير من الشخصيات القيادية في هذا المجال، أعرف إيش أنا ممكن أسوي أصلاً في مجالي، أقدر أعرف الآن أنا إيش حمشي خطوة لقدام بعد ما يخلص برنامج قمم. أنا شاكرة جداً لكل الجلسات الإرشادية اللي حضيت فيها، سواء كانت إرشادية مهنية، إرشادية شخصية، حتى لو أنها كانت إرشادية عاطفية،